أنا هو مو سؤال صراحة. هي يعني كلمة حق. طيب. أنا أشوف هذا ما شاء الله تبارك الله على كلامه، هذا ما يعتبر لقاء. هذا والله أنها دورة حياتية ودروس لنا وللمشاهدين. لا قوة إلا بالله، إلى الآن أقسم بالله أني أخذت يمكن 4 إلى 5 دروس حياتية. قالها السفير فهو ما يعتبر لقاء. صدق ما شاء الله تبارك الله وأهني. شكرا والله. شكرا. طيب طب. وشي أشكر إدارة القناة صراحة على استضافة قامة مثل معالي السفير، ونشكره على قبول هذه الاستضافة بالفعل، يعني أنه أثرى الحلقة. أنا شخصيا كنت أتوقع الطابع يكون رسمي كعادة سفير ومذيع رسمي بعد ما يصير بالفعل، لكن والله يعني خالف التوقعات، الله يعطيه الصحة والعافية، وكان شخصية بسيطة وتكلم في أمور صراحة تهمنا كثير مثل ما تفضل حبيبي أسامة. أنا حاب أتكلم عن موقف حصل في 10 الأواخر من رمضان مع معالي السفير، ويبين من جد موضوع الدور الاجتماعي اللي يقوموا فيه السفراء الله يعطيهم الصحة والعافية. هو موقف كان مؤسف، حادثة مؤسفة حصلت في جدة، حادثة حريق لأحد أخواننا الفلسطينيين المقيمين في جدة، أخونا نادر. توفوا 5 من عائلته في حريق في جدة، وأنا كنت حاضر الحادثة في يعني في المقبرة، وسعادة السفير حضر وعز، كان يعني من أول المعزين والمواسين والله. وشاهدت صراحة يعني ردة فعل الأخ نادر كيف الموضوع كان، يعني حضور سعادة السفير كان له أثر كبير عليه في تهدئته وفي تطمينه وفي تسليته. فهذه من الأشياء بالفعل اللي يعني حبيتنا تذكر حتى يعني يتبين للجمهور بالفعل. نعم يعني تذكر فتشكر. طيب يعني نسمع تعليق السفير عليها. أنا فور ما أبلغت بهذا الحادث أيضا اتصلت بالسيد الرئيس محمود عباس أبو مازن، قال لي هذه فاجعة، هذه كارثة. أيضا تحرك فورا إلى جدة وأدي واجبك، قدم المواساة باسمي. وأيضا أنا كمان تكويني ثقافتي، أنا رايح يعني بمعنى مسافر رايح، ولكن بصراحة تعليمات السيد الرئيس أضفت علي كمان قيمة أني أنا كمان، هو أصلا أنا وين ما كان السفير يمثل ملكه ويمثل شكرا ويمثل رئيسه. أيضا أن يعطيك توجيه تعليمات كمان تضفي عليك مزيدا من هذا التحرك. فتوجهت إلى جدة، ومن المطار فورا على بيوت الأسر الاثنين، ووجدت من واجبي أيضا أبات تاني ليلة مشان أحضر الغسيل والدفن وأتقبل التعازي معهم جنبهم. ومن الروضة أو من المقبرة إلى المطار. هذا أنا بالنسبة لي مع العذاب، عذاب الحالة اللي أنت شفتها، مع أنك تعيش حالتهم، ولكن كمان هذا واجبك أن تؤدي تجاه الناس وأهلنا وناسنا وقيمك وإسلامك ودينك، تكوينك، ثقافتك، تربيتك تجاه هؤلاء الناس. ونقلت أيضا مواساة السيد الرئيس لهم. طيب هذا السؤال يقودني إلى سؤال، أرجع لكم إلى سؤال، يعني كيف يعيشون أخواننا الفلسطينيين في المملكة العربية السعودية؟